أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامج الحكيم من تركيا، والذي ننقل فيه تجربة العلاج في تركيا مع أطباء من ذوي الخبرة العالمية والشهادات العلمية المتقدمة في تخصصات الطب ومجالات التجميل المختلفة. وفي هذه الحلقة نستضيف بروفيسور جيم مسجي، استشاري أمراض العيون، الذي يكشف أحدث طرق العلاج بالليزر لتصحيح النظر وعلاج المياه البيضاء والزرقاء وزراعة القرنية. كيف تخلصت إسجي أيدن من انقطاع النفس أثناء النوم، الذي يعد أخطر تداعيات البدانة المفرطة، بعد عملية تكميم ناجحة مع دكتور تويجر تويدامير، استشاري جراحات السمنة؟ وفي هذه الحلقة نشاهد أيضا تجربة ديليك بيجان التي تبلغ من العمر 35 عاما، والأسباب التي دفعتها للخضوع لعملية شفط الدهون مع دكتور باريش كيكليك، أخصائي جراحات التجميل. أرحب بضيفي بروفيسور جيم مسجي، استشاري أمراض العيون بمستشفى ميديستيت التركي في اسطنبول، في أول مواضيع هذه الحلقة. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الأعزاء أن هذه الحلقة تبث الآن مباشرة على صفحتي البرنامج على فيسبوك وتويتر. كما نذكركم بإمكانية التواصل معنا ومع ضيوفنا عبر رقم الواتساب المخصص لكم والظاهر الآن على هذه الشاشة. خلال السنوات الأخيرة حصل تقدم كبير في طب العيون وتقنيات العلاج، خاصة استخدامات الليزر لتصحيح النظر وعلاج المياه البيضاء والزرقاء وجراحات الحول وتدلي الجفن وزراعة القرنية واستخدام العدسات ثلاثية البؤر وغير ذلك. وقد حققت مستشفى ميديستيت التركي في اسطنبول نجاحات في هذا المجال. في التقرير التالي بروفيسور جيم مسجي، استشاري أمراض العيون، يوضح لنا المزيد عن الطرق الحديثة في جراحات العيون. سنتحدث اليوم عن جراحات العيون الأكثر انتشارا في الوقت الحالي، وهي العلاج بالليزر وعلاج المياه البيضاء. وفي مستشفانا نتميز بتصحيح كل ما يشمل الأمراض البصرية الانكسارية داخل العين عبر العدسات الذكية. كما أن مستشفانا تجري العديد من الجراحات مثل جراحة الحول وجراحة تدلي الجفن، بالإضافة إلى عمليات المياه الزرقاء. في قسم العيون تتوفر الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا التي تساعدنا على إجراء العديد من الجراحات الناجحة، منها زراعة القرنية بنسب نجاح عالية. ونتميز أيضا باستخدام العدسات ثلاثية البؤر، وهي عبارة عن أسلوب جراحي اختياري يستخدم للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، ويقومون باستخدام نظارتين للرؤية القريبة والبعيدة، فنستطيع استخدام هذه التقنية من أجل تصحيح النظر لهؤلاء الأشخاص. أرحب بك من جديد دكتور جيم مسجي، وأبدأ معك وبنظرة عامة وقبل الدخول في التفاصيل، ما هي الأساليب والتقنيات الجديدة لديكم في علاج أمراض العيون؟ في مستشفانا في قسم علاج قصور النظر وعيوبها، فإن لدينا نستخدم الليزر بشكل عام بأنواع متعددة سأشرحها فيما بعد. أيضا نستخدم العدسات الذكية ثلاثية البؤر، أيضا من أجل الشباب لدينا ليزر خاص بهم لكي يتخلصوا من العدسات اللاصقة والنظارات آيلاسيك وإنتر ليزر. نعم، بالنسبة للأمراض الصعبة التي تحتاج جراحة مثل المياه البيضاء، هل يعني كانت هذه العمليات في السابق من العمليات الصعبة، هل لديكم تقنيات حديثة تجعل هذه العملية أكثر نجاحا وأكثر سهولة؟
طبعا الآن هذه العمليات نحن نقوم بإجراء العملية بتقطير بعض السوائل البسيطة قطرة أو قطرتين، يعني في غضون 15 دقيقة يستطيع أن ننهي العملية بدون أي آلام بالنسبة للمريض. إلى جانب ذلك لدينا نظام الفاكو أيضا الليزر، وبإجراء بعض الجروح البسيطة جدا في العين نضع العدسات الذكية داخل العين، يعني نقوم بالتخلص من الماء الأبيض من الكاتاراكت يعني، وأيضا ونصحح عيوب العين البصر يعني إذا كانت موجودة بإضافة عدسة ذكية إلى العين، يعني سيكون حلا متكاملا إلى جانب الكاتاراكت يعني. إلى جانب ذلك لا أعرف إذا كنتم تودون في تفاصيل أخرى. نعم، يعني هذه العملية تصلح لأي حالات؟ هل لكل حالات المياه البيضاء أو الكاتاركت؟ يعني بشكل عام تقريبا نستطيع أن نقول أنه تفيد الكاتاركت أو الماء الأبيض، نستطيع أن نقوم بهذا، يعني تقريبا هي نفسها. لذلك ماذا نقوم هنا؟ نحن نقوم يعني يكون هناك ماء أبيض، يعني هناك مثل ستار موجود في العين، نحاول أن نزيل هذا الستار يعني الغشاوة. الغشاوة نعم الزقيقة عبر جرح بسيط جدا بهذه العملية الجراحية. هناك طبعا معايير معينة بالماء الأبيض، ولكن إلى جانب الماء الأبيض العدسة الذكية التي نضعها وجودتها هذه تختلف من مستشفى إلى آخر، فنحن نقوم بتفصيل هذه العدسة وفقا للعين ووفقا للقصور الموجود في البصر للشخص. يعني نستطيع أن نقول أن نفصل الثوب من جديد من أجل هذا الشخص المريض الخاص إن جاز التعبير، يعني فتكون عملية كاتاركت وتكون عملية إضافة عدسة ذكية إلى العين. إلى جانب ذلك نستخدم أيضا الأنواع المتعددة للليزر، يعني كما تعلمون أثناء إجراء عملية الكاتاركت الماء الأبيض أيضا نستخدم الفاكو الليزر، ونتدخل إلى القصور الموجود في العين إذا كان هناك مشكلة في القرنية مثلا، نقوم بالتدخل فيها عن طريق الليزر كآلية تدعم العين. نعم عظيم، أعتقد هذه التقنية الجديدة في جراحات المياه البيضاء تهم كثير من الجمهور العربي لانتشار هذا المرض في البلاد العربية مع صعوبة العلاج، وربما يعني لم يصل حتى الآن تصل هذه التقنيات الحديثة. أريد أن أعرف يعني لمن يريد أن يأتي إلى تركيا لديكم لتلقي هذا العلاج، هل هناك إجراءات معينة، وهل وكم من المدة تستغرق هذه العملية؟ يعني المريض الذي يأتي من خارج تركيا بعد أن نقرر بإجراء العملية له، طبعا في يوم واحد نقوم بالفحوصات وإجراء القياسات اللازمة التي نود أن نقيسها من عينه، يعني بعد ذلك تقريبا بعد العملية يوم أو يومين، يعني في غضون أيام فقط أستطيع أن أقول، بعد ذلك يستطيع أن يرجع إلى بلده. حتى أستطيع أن أقول أن العينين بذاتها نستطيع أن نقوم عملية لإحدى العين واليوم الثاني للعين الأخرى، وفي اليوم الثالث يستطيع أن يعود إلى دولته. طبعا المريض لا داعي أن يبيت في المستشفى، لا يجلس، يخضع للعملية ساعتين ويذهب إلى الفندق الذي يود أن يتراود إليه، وبعد ذلك في اليوم الثالث يستطيع أن يعود. لدينا طبعا بعض التوصيات، أن لا تحمل الشيء الثقيل، الأشياء الثقيلة مثلا، أن لا تنحني إلى الأمام كثيرا، وغير ذلك يستطيع أن يعود إلى حياته الطبيعية. يعني عملية اليوم الواحد أو أيام قليلة جدا، ويمكن بعدها المريض أن يعود إلى بلده إذا جاء من خارج تركيا. تحدثت دكتور في التقرير ومعنا الآن عن كثير من التقنيات الحديثة التي أصبحت متوفرة لديكم، ويعني نتمنى أن نستطيع أن نلقي الضوء على كل هذه الأساليب الجديدة.
جديدة في علاج أمراض العيون أن يتاح الوقت لذلك، ولكن ربما الموضوع الذي يهم كثيرين هو العدسات اللاصقة، والبديل لها الآن العدسات الذكية. حدثنا عن هذه العدسات، ما هي الحالات التي تناسبها والجديد فيها؟ طبعا العدسات الذكية مثلا المصابين بالماء الأبيض نستطيع أن نستخدمها في ذاك المريض، إلى جانب ذلك لم يكن لديه ماء أبيض مثلا أو كاتراكت ويود أن يتخلص من نظارته أو عدساته اللاصقة، أستطيع أن أوضح كالتالي. مثلا أتى شخص لديه مشكلة في النظر وأيضا لديه ماء أبيض مثلا، نحن إذا وضعنا له عدسة ببؤرة واحدة فهو إما سيرى البعيد أو القريب، لا يستطيع أن يرى البؤر الأخرى. من أجل أن يرى البؤر الأخرى يتوجب أن نضع نظارات خارجية إلى جانب العدسة ذات البؤرة الواحدة التي وضعناها. الآن العدسة الذكية التي أتكلم عنها هي ثلاثية البؤر، لديها ثلاث بؤر، يعني القريب، المتوسط البعد والبعيد. فعندما نضعها في عينه كعدسة داخل العين فإنه يرى القريب، المتوسط والبعيد، ولا يحتاج إلى نظارات أو عدسات لاصقة. لذلك الإجراءات التي نقوم بها إلى المريض الذي يأتي إلينا وهو مصاب بالماء الأبيض أو الكاتراكت، فإنه نشرح له هذا الموضوع بشكل شامل. ولكن إذا ليس مصاب بالماء الأبيض وهو ما بين 20 و40 من العمر مثلا، فهو يستطيع أن يضع هذه العدسة الذكية لكي يتخلص من العدسات اللاصقة، من النظارات القريبة أو طويلة النظر، فهو سيتخلص منها في النهاية وسيكون مرتاحا أكثر في حالة الاجتماع. طبعا هناك بعض المعايير أثناء اختيار المريض والقبول بالخضوع إلى هذا. أنا أود أن أشرح لأعلم هل الوقت كافي لهذا أم لا، يعني من أجل شرح هذا الأمر. يعني العدسات الذكية عندما نضعها في العين مثلا يجب أن لا يكون المرشح لتغيير أو زرع العدسة الذكية أن لا يكون هناك التهاب في الشبكية أو أمراض أخرى مثل السكر، مثل الضغط العادي، أو لا يكون لديه مرض النقطة الصفراء مثلا، أو الذي نقول الماء الأزرق مثلا، يعني ارتفاع ضغط العين. يعني يجب أن تكون الأعصاب الموجودة في العين سليمة في 100%، يعني المنطقة التي تنقل الرؤية من العين إلى الدماغ يجب أن تكون سليمة. يعني كثير من الإجراءات والفحوصات اللازمة قبل استخدام هذه العدسات، ولكن هي يعني علاجية لأصحاب المياه البيضاء، وفي نفس الوقت هي بديل، أصبحت بديل عن النظارات وعن العدسات اللاصقة، يمكن أن تستخدم في هذا الإطار، بديل دائم لا تحتاج إلى تغيير. يعني لدينا كثير من الأسئلة، ولكن ربما ننتقل الآن إلى أسئلة متابعينا التي وصلتنا عبر رقم الواتساب، ونبدأ بسؤال من العراق. صحر تقول: عمري 26 عاما، لدي قصر نظر، كيف يمكنني التخلص من النظرات؟ عمرها 26 من العمر ولديها قصر نظر، يعني هي يعني انا اوصيها بالايلاسيك، عمليه الليزر الايلاسيك والاكزايمر. الان هذه التقنيه هي المستخدمه في الاونه كتقنيه جديده ومتطوره. نستطيع اولا ان نقيس درجه النقص الموجود فيها، القصر الموجود فيها، اذا كانت مرشحه جيده من اجل تطبيق الليزر عليها او لا مانع في تطبيق الليزر على عينها، فانه الايلاسيك هو الأفضل. هناك لدينا طريقة قياس اسمها الويف فرونت، فهذه أولا نطبقها، يعني نقوم بقياس القصور النظر الموجود في عينها تماما، وبعد ذلك نفصل عملية الليزر بالضبط عليها على هذه المريضة. يعني عملية الليزر ليست موحدة. الآي لازك هي تطور لعمليات الليزك، يعني اللاسيك، نعم هي عمليه متطوره لللاسيك. مثلا انتم لديكم مثلا لا ترون البعيد مثلا، يعني ليس فقط باتباع مؤشرات بعد النظر نقوم بتصحيح النظر، يعني من الممكن هذا، من الممكن فقط ان نصحح بعد النظر، ولكن نحن نقوم بالنظر الى القصور، اذا كان قصور اخر في العين غير بعد النظر،
الليزر مثلا، فنغير الليزر ويصبح ذكيا بحيث أنه يصحح جميع القصور الموجود في عين المريض لكي يتخلص من جميع الأمراض أو القصور النظري. طيب، نواف من الكويت يقول: عمري 55 عاما، لدي نظرات قريبة وبعيدة، سئمت منهما، ماذا يجب علي أن أفعل لأتخلص منه؟ قبل قليل أيضا ذكرنا عن العدسات الذكية الثلاثية البؤر، وهي مناسبة جدا لمريضنا الآن إذا كان لا يوجد أي مرض بعينه مثل مرض السكر أو مرض الضغط العين، يعني الماء الأزرق أو البؤر الصفراء، فالنقطة الصفراء عفوا، فإنه نستطيع أن نجري هذه التطبيق العدسة الذكية والآن يتخلص من جميع القصور هذه ومن النظارات القريبة والبعيدة، وخمسة عشر دقيقة فقط، قطرتين نقطر على عينه وبعد 15 دقيقة يخرج من المستشفى. الفرق بينها يعني بينها وبين القطر، يعني عندما نقوم بعمليه الكاتراكت، يعني عمليه الماء الابيض، تطول العمليه، عمليه الكاتراكت وتصحيح العين او قصور العين، ولكن هذه تكون اقصر بلا عمليه الكاتراكت، يعني بسيطه جدا هذه وضع العدسه الذكيه. والى جانب ذلك فان هؤلاء المرضى يتخلصون من ان يصابوا بالكاتراكت او الماء الابيض مره اخرى في العمر المتقدم، يعني لو ان اتى الينا مريض لم يصاب بالماء الابيض، فعندما نقوم بتدخل وضع العدسه الذكيه فانه لن يصاب مره اخرى، يعني نصحح العين قبل ان يصاب بالماء الابيض. عظيم. رفيق من المغرب يقول: عمره 23 عاما، أخبروه بأنه غير مناسب لعلاج الليزر، لا يمكنه الرؤية من بعيد، هل يوجد أي طريقة جراحية من الممكن أن يعني تمكنه من العلاج؟ نعم، في المرضى من الفئة الشبابية نحن لا نوصي طبعا أن نقوم بتغيير العدسة الطبيعية الموجودة في عينه، ولأنه بعيد من مرض الماء الأبيض، ماذا نفعل؟ مثلا لنطبق الليزر عليهم لأنهم شباب، ولن نود أن نلعب في القرنية، القرنية كما تعلمون هي في النقطة الأمامية للعين، إذا كانت القرنية رفيعة وليست بالثخينة، أي لا نستطيع أن نطبق عليها الليزر، فإنه نقوم بتطبيق عدسة الفكك، عدسة الفكك هذه مثل العدسة الذكية، ولكن لا نقوم باستخراج العدسة الأصلية من العين ووضع العدسة الذكية، لا، العدسة الذكية تكون موجودة ونضع فوقها، نطبق فوقها عدسة إضافية، لا يكون هناك تماس مباشر بين العدسة الطبيعية بعين الإنسان والعدسة الاصطناعية، ولكن يتم تصحيح العين تماما. نعم، لذلك نحن هذا هو الاختيار الأنسب لهذا المريض. يعني تحدثنا في هذا اللقاء عن كثير من التقنيات المتوفرة لديكم، يحتاج كل منها إلى حلقة خاصة، ويعني نعد الجمهور بمناقشة كل هذه التقنيات على حدة في حلقات مقبلة. أشكر بروفيسور جيم مزجي، استشاري أمراض العيون بمستشفى ميديستيت التركي، ويمكنكم مشاهدينا التواصل مباشرة معنا ومع ضيفنا عبر رقم الواتساب الظاهر على الشاشة والمخصص لاستقبال رسائلكم. مستمرون معكم وبعد الفاصل. كيف تخلصت إزجي أيدن من انقطاع النفس أثناء النوم الذي يعد أخطر تداعيات البدانة المفرطة بعد عملية تكميم النجاح، مع دكتور تويجر تويدامير استشاري جراحات السمنة؟